ستافرو جبرة اللي ورد بالصفحة الأخيرة بصحيفة البلد، ورسم ستافرو تحت عنوان أوباما وميدفيديف يوقعان مستعد لخفض الأسلحة استراتيجية، رسم الرئيسان الأمريكي والروسي يتصافحان أمام راية الاتفاقية، فيما وقف خلفنا الرئيس الإيراني أحمد نجاد أمام صاروخ نووي يشير بإصبع يد إلى أوباما وميدفيديف للفت انتباههما إليه، وباليد الأخرى يشير إلى رفضه شمول التفاهم الصاروخ الواقف إلى جانبه. شاهدينا من وحي كاريكاتور صحيفة البلد كلام بيروت، يسأل صحف بيروت هل سينتبه الرئيسان الأمريكي والروسي إلى نظيرهما الإيراني؟ كلام بيروت يؤكد أن الانتباه موجود لكن قد لا يكون. لمتابعة أرائكم وملاحظاتكم نذكركم ببريد البرنامج كلام بيروت @future-news.tv. شكرا لمتابعتكم وبقية أوقات هدئة أتمناها لكم، إلى اللقاء.